الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه أبو طالب، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب، أمه أم علي رضي الله عنه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، أسلمت وهاجرت رضي الله عنها، يكنى أبا الحسن وأبا تراب. أسلم وهو ابن 7 سنين ويقال 9 ويقال 10 ويقال 15 أقوال، أشهر هذه الأقوال أنه أسلم وهو ابن 10 سنين، وشهد المشاهد كلها الغزوات والمشاهد، ولم يتخلف إلا في تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره كما في البخاري ومسلم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. صفته رضي الله عنه كان آدم شديد الأدم، يعني لم يكن أبيض اللون، علي رضي الله عنه ثقيل العينين عظيمهما، يعني أنه رضي الله عنه كان عظيم العينين وثقيل العينين، يعني ما في النضرة شنو شديدة وكذا وكذا ورقة إلى آخره، أقرب إلى القصر من الطول رضي الله عنه، ذا بطن كثير الشعر، كثير الشعر في جلده لأنه في رأسه كان أصلع رضي الله عنه، عظيم اللحية أصلع، عظيم اللحية رضي الله عنه أصلع، والصحابة ذا كلهم شوف وصفهم لقى عنده لحية وعظيم اللحية، هسي تربي لحية جماعة يهيجوا فيك، قول له الناس ذات غريبين جدا، أنا في السودان ده والله في ابتلاء عظيم، الله يتقبل، ومتكيفين أصلا ما متضايقين، ابتلاء عظيم جدا، ناس السنن يضايقوك فيها، الفرائض تطبيق تي المسجد وتمشي يقول لك أنت ما عندك شغلة 5 أوقات في المسجد أنت بتصليها، ناس البيت ذاته يقول لك يا زول ما تمشي تشتغل، وأنت بتمشي تشتغل إلا من رحم الله تعالى. تجي تديون حديث في وقت الفتن، تديون الأحاديث في وقت الفتن ذاته، والمخرج منا والدليل تلقاهم ضدك، البلد رايقة نردم الصوفية يقول لنا أنتوا تكفيرين ودواعش، تكفيري تكفيري خارجي ولا ما خارج؟ خارج. البلد تهيج نقول للناس الحكم الشرعي، يا ناس ما بجوز الخروج وكذا وكذا، يقول لنا انتوا كيزان، يعني بيفوق تعبنا وبيتحت تعبنا، وذاته يحلوها كيف ذات، والله الذي لا اله غيره، ديلك بيجاي يقولوا انتوا مشددين، ديل بيجاي يقول لك انتوا باردين، ناس بيتكلموا في شنو انتوا في شنو، وما داري اصلا تتكلم باسماء وتكشف الدنيا تقوم وما تقعد، تجي من غير اسماء براوني هبشوك يقول لك اها، والقاعدين في البلد دي 30 سنه ما تجيبون، نجيب منه؟ يقول لك الجماعه ديل ما تسمون بتخافوا منه، يعني دايرك تسمي ديل، يعني هو داير اسماء ولا ما داير اسماء؟ داير اسماء، يعني في عيشه وبنزين داير اسماء، وفي دين رب العالمين داري كتموه كذي باركوه بس بالراحة كذي، لخبة عجيبة جدا، إن شاء الله الشغلة دي كلها تجيها في وقتها، احنا ما داري نمرك من الموضوع كثير. طيب، فالجرانة ليه يا جماعة الكلام ده؟ اللحية، صحابة ديل فتشوا سيرهم وشوفوا أوصافهم، وميزة الكتاب ده وأيضا كتاب سير أعلام النبلاء، في هذين الكتابين تجد ذكر الصحابي حتى ذكر خلقته، يعني حتى الخلقة بجيبوها الشكل وكذا وكذا رضي الله عن الجميع. طيب، واللحية من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب، في لفظ حفوا الشوارب، واعفوا اللحى، واعفوا اللحى. قال ابن حزم الأندلسي قال هذا فيه وجوب، وجوب ما زلنا مستحب ساي،
وجوب الأخذ من الشارب وإعفاء اللحية أو اللحية، واجب تشيل من الشارب، ما بجوز تربي كثير، واجب تشيل منه، حرام تربي كثير، يعني كثير لما ننزل في خشمك وكذا وكذا وإلى آخره، واجب شرعا تعفي اللحية. الزول قال لك أدي ده صوتين وأدي ده خمسة، أنت أستاذ أدي ده خمسة صيطة وده أعفيه، أعفيه ده أديه كم صوت يعني ولا صوت. قال لك الشارب ده تديه تشيل منه، تشيل منه، واللحية دي أعفيها. قال لك الآن دين وزمان دين، وفي القرآن الله ذكره سبحانه وتعالى، قال عن موسى عليه السلام وعن هارون عليهما السلام، هارون قال لموسى عليهما السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وذي الأنبياء، والله جل وعلا قال في القرآن على الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والسنة جماعة ثلاثة: يا قول، يا فعل، يا تقرير. يا الرسول يقول الكلام صلى الله عليه وسلم: افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، افعلوا كذا، ده يبقى سنة. يا إما يفعله هو صلى الله عليه وسلم، يا إما يشوف واحد من الصحابة فعلوا ويقروا ما ينكر عليه، دي سنة. اللحية دي بالثلاثة، بالقول قال اعفوها، وبالفعل الرسول عنده لحية ولا ما عنده؟ عنده صلى الله عليه وسلم، يبقى هو بفعله فعلها. وبالتقرير شاف الصحابة عندهم شنو؟ لحى، وأقرهم صلى الله عليه وسلم. ما بجوز لي زوالي أخو، بعدين ما تشتغل بالنازل. والله أنا وصلت ليقين لا يعتريه شك أن هؤلاء الناس لا يرضون عن العبد إلى الموت، خاصة في السودان ده غريبين جدا، ينبذوك لما تموت، مما تموت بقلبه طوالي حتى لو زعلانين منك. أزول ده كان زول تمام يا أخي، يا اخي جون قرن ما تقربوا يطلعوا شهيد ناس، جون قرن يقول برا الشبكه مره، ترابي ده لخبط في الدنيا وفي الدين، لخبطه في الدنيا والدين، مات الدنيا دارت تقوم وتقعد. واحدين واحدين قالوا اللهم اغفر له وارحمه وعاب في قبره، وما مؤمن بعذاب القبر ذاته، انت بتقول لا ارحمه في القبر وذاته كان حي قبل شغلته دي، يقول لك انت دعاءك ده، هو ما في عذاب قبر ذاته. وقال ما يسووا لهم محكمه مسجله صوره وصوت، قال ما يسووا لهم محكمه الملائكه دي، يسخر ويستهزأ جزاك الله خير وكذا الى اخره. ناس غريبين جدا، نسأل الله العافيه والسلامه. فالناس تطبق الدين وتصبر. عظيم اللحيه اصلع رضي الله عنه، يعني بعد أن كبر صار أصلع، أبيض الرأس واللحية، يعني شعره أبيض بجنبه ولحيته شنو؟ بيضاء. قال ابن الجوزي رحمه الله: لم يصفه أحد بالخضاب إلا سواد ابن حنظلة. ده قال عن علي رضي الله عنه: رأيت عليا أصفر اللحية. بس ده الوحيد. قال ابن الجوزي: ويشبه أن يكون قد خضب يعني رضي الله عنه مرة ثم ترك، لكن الأصل في أنه لحيته شنو؟ بيضاء. مرة من المرات خضب بالصفرة ثم عاد إلى يعني هذا اللون المعروف. طيب، أولاده رضي الله عنه، ودي يا جماعة انتبهوا ليها الأولاد ديل بالذات، لأنه في فائدة في ذكر أسمائهم، الكلام قد يطول لأنه أولاد كتار رضي الله عنه. له من الأبناء 14 ذكرا، 14 ديل من الذكور، ومن الإناث 9 نسوة. نازل يا جماعة كلهم، ما لقيت صحابي متزوج مرة واحدة، كلهم بيجينا زي بعدين بيجونا، كلهم السير دي كلها إلا واحد بس معاذ رضي الله عنه متزوج 2،
الباقين أربعة وكذا إلا معاذ اثنين بس. وقال لك لما مات وجيت فين ساهم يعني رمى القرع. شوف العدل ده كيف ذات. حتى في الدفن قالوا عشان ما أظلم دي ولا دي رمى قرع وقعت في واحد دفن أول. نحن نذكر بعض أسماء أبنائه. قال من أسماء من أبنائه ومن بناته الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم. الأربعة ذي الأم فاطمة رضي الله عنها أم كلثوم الكبرى. ومن أبنائه وبناته محمد وهو ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية من أبناء علي رضي الله عنه. أمه خولة بنت جعفر. ومن أبنائه عبيد الله. وعنده خمسة أولاد ماتوا سوا. خمسة الخمسة ديل قتلوا مع الحسين رضي الله عن الجميع. الخمسة أبو بكر والعباس الأكبر وعثمان وجعفر وعبد الله. الخمسة قتلوا مع الحسين رضي الله عن الجميع. طيب من أبنائه أيضا ومن بناته عمر الأكبر ورقية. أمهما الصهباء. باقي الأسماء الأولاد والبنات خلونا أرجع لهم في صفة الصفوة. لكن أنا ما ذكرتهم ليه وذكرت ذيل عشان الناس ينتبه لمسألة. الشيعة والروافض يقولون بأنهم يحبون علي رضي الله عنه ويبغضون ويلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. وعلي من أولاده سمى أبا بكر يعني عنده ولد اسمه منه أبو بكر. وأبو بكر ده أم ليلى بنت مسعود يعني من يعني سمى ولده أبا بكر. وهم بيبغضوا أبا بكر بل اسم أبو بكر ذاته اسم أبي بكر بيبغضوه. ومن أبناء علي رضي الله عنه عمر الأكبر أمه الصهباء. والآن يبغض اسم شنو عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر. ده يا جماعة يوريك فساد منهج هؤلاء الناس. وأصلا منهج أكبر من كذي نازل يطعن في الصحابة ويكفر الصحابة ويلعن الصحابة ويطعن في عائشة رضي الله عنها وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائشة من عرضه. ويطعنون في القرآن يقولوا القرآن ذاته محرف. القرآن ذاته محرف ويزيدوا فيه وينقصوا. وقالوا عندنا مصحف ده ذاته ما فيه حرف من الحروف الموجودة في القرآن. ما القرآن ذاته ما عنده علاقة به تماما. طيب عنده تاني بنات وأبناء منهم فاطمة. عنده بنت سماه فاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم جعفر وجمانة ونفيسة أو نفيسة وأم سلمة إلى آخره. طيب علي رضي الله عنه له علاقة عظيمة بالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني عنده علاقة عظيمة جدا كغيره من الصحابة. بل هناك بعض الأشياء التي يعني يختص بها منها أنه رضي الله عنه ارتقى في منكب النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة وصعد إلى الكعبة كما سيأتي البيان. والحديث حسن الألباني رحمه الله وهو في مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر ده من المحدثين المعاصرين ورجل مكانته في الحديث معروفة. طيب حديث ده جميل جدا وبيعجب أي زول من الموحدين. وأنا لازم درسنا ده جماعة نربطه بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. وإنت لو موفق ما في درس من الدروس تقيمه
ولا نصيحة من النصائح تقدمها للناس إلا وتجعل فيها العقيدة الصحيحة. وده جماعة من الخير الذي يمن الله تعالى به عليك. شوف القرآن ده كله، يوسف عليه السلام يسألوا عن أشياء في السجن، رؤيا طوال يدخل التوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أنبياء طوال يدخلوا التوحيد، موضوع كذا. في الموت يعقوب عليه السلام ما تعبدون من بعدي، دهم. ولذلك عاشوا على هذا الأمر وماتوا عليه، فكانوا أعظم الناس مكانا عند الله، مكانة عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فالزول يدخل دائما التوحيد والعقيدة إلى آخره. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال عن أبي مريم وعن علي قال: انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة. علي رضي الله عنه معاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس اجلس. ليه؟ قال له اجلس حتى يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه أو منكبيه، لأن الكعبة فوقها صنم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الصنم. قال علي رضي الله عنه: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي أو منكبي. قال: فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفا. لعل هذا وعلي صغير يعني نوعا ما، قبل أن يكتمل يعني جسده وكذا وقوته. قال: فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي: اصعد على منكبي أو منكبي. رسول قال له شنو؟ أطلع صلى الله عليه وسلم. الله ده فضل عظيم، كونه انت تتعاون مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكسر صنم من الأصنام. الناس إلى الله اداهم خير كثير، لكن نحن أيضا نشكر الله تعالى أن أوجدنا في هذا الزمان مع شدة أسفنا وألمنا أننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نشكر الله لأنه في ناس حضروا وعادوا ما آمنوا. والآن إحنا إيماننا ضعيف، واسي ناس يا أخي بخلوا الدعوة مرات بموقف بس. تعرف واحد في البلد ده زمان جاء، وبعدين المهم كان في الجنوب، حرب الجنوب وكذا، وعارف وجاته حاجة كذا، غاية تقبل على الضابط ببندقية، جابوه راجع، جابوه أخوه ذاته بحكي له القصة، يعني جابوه بيجا ما عنده سلطان ما يقول لك هنا. المهم الزول اللي جابوه جاء البلد، مشى هناك في مسجد تاع انصار سنه، لان طبعا فارقناهم النازل لخبطوه وهم فارقناهم الوقت داك، مشى المسجد وبقى يمشي ليهم وكذا وكذا. بعد شويه عفى اللحيه، بعد شويه يوم جاب الدكان لقى اثنين بيفطروا أبو دقن، وما عزموه، ما عارفهم، ما شافوه ولا شنو، جماشي بي عندهم وبعين لهم وهم منتظرون شنو يعزموه، أبو يعزموه ولا ما شافوه، ما عارف غادي ولا قاصدين عليهم ربهم. ما عزموه، طوالي مشى البيت حلق الدقن وخدتها في ظرف، وجاب لهم في الاجتماع بتاعهم قال لهم: أكون دي على اختي معاكم، عزومة ما عزمتونا. قال لهم الله خدتها في ظرف، والظروف دي صعبة كيف. وداهم قال لهم: دي علاقتي معاكم، نسأل الله العافية. أخو شقيق وحكى لي القصة دي هو ذاته من جيراننا. الأذان ولا شنو؟ الأذان ونتم الحديث ده لأنه حديث جميل جدا. قال: وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: اصعد على منكبي. قال: فصعدت على منكبيه
وقال يصعد على منكبيه فصعدت على منكبيه قال فنهض بي فإنه ليخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت لحد ما صعد ينو فوق الكعبة قال وعليه أو صعد وهو فوق يعني منكبي النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت يده فوق شنو الكعبة البيت قال وعليه على البيت تمثال صفر أو نحاس قال فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه لما اتمكنت مسكت شنو زي الناس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به أي دعو قال لي شدة اقذف به قال فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير طوال شنو رماه وتكسر طوال قال ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس شوف الناس زي الحريصين كيف على الدعوة قال رواه الإمام أحمد وأيضا يعني حسنه الألباني رحمه الله تعالى والحديث يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا منها التعاون على إنكار المنكر والتعاون في الأمر بالمعروف وخاصة في أمر التوحيد ومحاربة الشرك لله سبحانه وتعالى لأن الليلة في بلدنا دي بالذات في مظاهر كثيرة قباب ابنوها القبة دي ببنوها ليه الناس زي لو سألتهم ليه بتبنوا قبة دارين ضل زول عبد الله بن عمر قال لن يضل العبد إلا عمله ده في البخاري انت ساوي ليه قبة ده نعرف دار تميزه من الناس ليه ولو دار تميزه من الناس دفنته في مقابر المسلمين ليه دار تميزه ليه لكن يجوا يشيلوا التراب بركوا بيه ويطوفوا بالكعبة ببيته ده زي الطواف بالكعبة بيته في المغابر تلقاهم طايفين بيه والله يقولوا ليطوفوا بالبيت العتيق هناك في مكة والأدهى والأمر أنهم يستغيثون به في كشف الكروبات وإزالة الملمات يا فلان الحقنا والنساوين إجن القبة ويدخلوا يدهم تحت القماش للقبر واحدين خدتوا قروش جهل ذات جاهلية غريبة مرة واحدة زي ما قال شيخ ربيع قال أحد الدعاة ذهب إلى أو كلمة نحوها قال ذهب إلى بلد من البلدان قال فخرج من المسجد فوجد هؤلاء على الكفر وهؤلاء قال يطوفون بقبر قال ماذا يقول هؤلاء المسلمون أو الذين يدعون الإسلام لهؤلاء إذا أرادوا أن يدعوهم إلى الإسلام هسه أنا بطوف بقبة وعقيدتي في القبة دي وفي صاحب القبة لما أنا جاي أدعو لي زول بيعبد صنم أقول له شنو أقول له خلي حجركم تعال لي حجرنا أنا بس أغنعه كيف الزول قبتك دي ما حجر وده حجر يقول لك لا ما احنا مشكلتنا ما الحجر ذاته مشكلتك ذاته في الحجر في ذاته مشكلة فيها يقول لك لا الحجر ده ما تحته في صالح وانت قال الصنم سووه على صورة شنو في صنم يا جماعة في صورة خروف انتوا لاقاكم الصنم ده مش في صورة بشر ما وراه عقيدة ذاته في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللات صنم لرجل كان يلت السويق للحجاج اللات ده ما صنم سووه في صورة رجل اسمه عبد الرحمن كان يلت السويق للحجاج
جيب السمن والزبيب والعسل والاخبتن سوا اخير من عصيدتنا الحامضه دي اديها للحجاج عبدوه في النهايه بسمن حرام وبعصيده حرام كله شرك بالله سبحانه وتعالى. تمام ممكن ويقول لك لا انا عقدتي ما في القبه، طيب بتتبرك بالتراب ليه؟ التراب تتبرك به والقبه تتمسح بها وتطوف بها، ده كله يا جماعه من الشرك في بلدنا. الناس تتعاون في نشر التوحيد والعقيده الصحيحه، وده الموضوع الاعظم، ودي دعوه الرسل. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن فوائد هذا الحديث تواضعه صلى الله عليه وسلم حتى جلس وجعل علي رضي الله عنه يصعد على منكبيه رضي الله عن علي وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد قال اقذفه، فالعبد يكون قويا في دعوته إلى التوحيد. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما تكون ذول كسلان يتكلم في الدعوة وانت طرف نخرتك وبراحة وفتران وإلى آخره. في ناس كده هسه، في ناس راغين بيسمعوا تسجيلاتنا دي، راغين جدا، تلقى المكيف شغال والسرير قاعد فيه وخدت له شاشة وبلدهم ظريفة وناس ظريفين ويقعد يتفرج فينا. نحن يقول الناس الهايجين ليه؟ انت ما هايج هناك ما في كتاحة، بلدنا دي نحن كان ما هيجنا الشغلة دي كيف؟ نحن الظرافة دي ما غالبانة، في زول بغلبه يمشي براحة ولا يتكلم براحة وكلام لطيف وكي، لكن بلدنا دي جاية طول. احنا بعد كوراكنا ده بجينا عكاكيز وحديد، باقي لك الرخينة كان لمينا في طاقيتنا. شغلة دي هذول شغلة دي كثيرة، وبعدين الناس تصبر. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علاقته به صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي، كان يحبه صلى الله عليه وسلم، يحب عليا رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه يجله، ونضرب مثال للأول والثاني، ويقربه ويجعله قريبا منه. قال عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شوفوا الفضائل الثلاثة دي. وأعظم واحد فينا الثالثة، يفتح الله على يديه، يعني الزول لا الله بيجعل النصر على يديه. شوفوا الألفاظ ذات يفتح الله على يديه، وما النصر إلا من عند الله، يفتح الله على يديه بسببه. اثنين أو اثنان، يحب الله ورسوله، دي ذات تزكية عجيبة جدا، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت لك انك انت تحب، انت فعلا صادق في محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ويحبه الله ورسوله، الزول ده الله بحبه والرسول عليه الصلاة والسلام بحبه، فضل عظيم. قال فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها، في رواية يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يتكلمون من سيعطى هذه الراية. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. لأي زول داير يعطى الراية؟ عشان الفضائل دي، ومنها أنه محبوب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ سأل منه، فقيل يا رسول الله يشتكي عينه، يعني عيان في عينه رمد. قال فأرسلوا إليه، يعني أمرهم أن يأتوا به، أو هم أرسلوا إليه فجاءوا به، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، دعا له وبصق شنو؟ في عينيه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ما تقول لي فكي يبزغ في عينه، مو فكي بسيف مرات يبزغها كيف ذاته. رسول الله نظيف صلى الله عليه وسلم،
وبركة صلى الله عليه وسلم. هذا ذات والله يمكن يمزق لك يجيك رمد ابتلاء من الله. طيب يا قلت هذا تدعو الله بس يشفيك. ما شفت يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قبلية قال وتولى عنهم، الله قال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الناس يا جماعة الموضوع ده تنشر، ناس تحسن الظن بالله. أخونا إسحاق ده الله يحفظه، نحسب الله حسيبه من إخواننا في رفاعة، قال لي راكبين في المواصلات في مرة في الجزيرة معانا، قال المرة قالت موبايلي سرقوا 4 مرات، المرة الأولى والثانية والثالثة كل مرة يسرقوا منه موبايل. شكيت عليه رسول الله، المفروض تقول شكيت لمنه، قال شكيت عليه رسول الله. قال لي قلت لها يا مرأة الله قال في القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الشكوى لله ما للرسول صلى الله عليه وسلم. قال استجاب الطوارئ، يعني شكرته جزاك الله خير وكذا وكذا، وأنا يعني أول مرة أسمع الكلام ده والآية دي إلى آخره. شكرته قبلة الحق ورجعت. الزول يا جماعة دائما يعني زول غلط قدامه يوجهه بالتي أحسن، لو ما غلط ذاته ونسه في العقيدة ونسه يا أنا كبير راكب ركشة التعارف في ركبة معايا مرة عجوزة في السن معها طفل، بعدين قالت لي أنا جدي حمد النيل وجدي الصائم ديمة، قلت لها أنا من قبيل دار لي مدخل في الموضوع، وديل أجدادك عديل؟ قالت لي أجدادي عديل كده، قلت لها الزول ما يناديون وفي ناس بينادي الشيوخ؟ قالت لي بري الزول ينادي الله براه. قالت لا تمام ده الفيوز نمرة واحد تمام نشوف الباقيات. أها ما قلت لها حبوبة وكذي وفي ناس بيمشوا للدجالين والشيوخ بيقولوا بيعلموا الغيب. قالت لي ديل أصلا والله قالت لي كده، قالت لي ديل أصلا ضامنين جهنم والبمشليون بيدخلوا معاهم جهنم. لا 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 شغلك تمام. ها قلت أن جوا الفيوز نمرة 3. قلت لا وفي ناس بيعلقوا في الأطفال كمون وكذا، قال بيحفظ منه؟ قالت لي بيحفظ الله. قال فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، شفاه الله تعالى. فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله يقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. الفناء العظيم بتاعنا والفناء محلهم. قال ثم ادعهم إلى الإسلام، ودرد على الدواعش وغيرهم دعوة دي والجهاد. أول شيء تبين للناس الإسلام، قبلوه الحمد لله، ما قبلوه انت حاكم مش داعش ساي، انت حاكم. بعد ده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. هاي وبعدين تكون عندك قوة، مش ضعيف تمشي قاتل لك ده. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مش تمشي تسوي لك مناوشات وردت فعلا على المسلمين وهم ضعفاء لم يستعدوا بعد إلى آخره. طيب فأول شيء تدعون للإسلام، وده يا جماعة المنهجية الصحيحة في الجهاد، أن تبدأ بالبيان والدعوة، مش تجي تكتل المسلمين ياخذ فجر وغيره. طيب قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ونحن علقنا على الكلام ده في كتاب صحيح في شرح كتاب التوحيد،
تبين لهم حق الإسلام ذاته حق، تبين لهم حق الله في الإسلام، عليكم زكاة بعدين وفي صيام وفي صلاة وكذا، عشان ما يخشوا يلقوا في زكاة يقولوا لا لا أنا ما قايلين فيه دفع قروش وكذا، يجوا راجعين تاني تبين لهم أول شيء زكاة وكذا، الزكاة ذاتها شيء بسيط إلى آخره. طيب قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم يعني الناقة الحمراء، ودي كانوا العرب بيحبوها كانت ثمينة عندهم. رواه الإمام أحمد وأخرجه في الصحيح البخاري ومسلم عن قتيبة، وفي رواية قال خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وفي آخر الحديث يا جماعة في فائدة وهي في الدعوة إلى الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فوالله لأن يهدي الله الذي يهدي هو الله بك بسبب تبليغك أنت وبسبب دعوتك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإنسان يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى ويرجو الثواب من عند الله جل وعلا. طيب المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يجل بعد أن ذكرنا محبته صلى الله عليه وسلم صلاياته ولا شنو؟ خمس دقائق. طيب قال عن سعد ابن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، غزوة استمرت 50 يوما، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، يعني أنه يريد أن يخرج ليجاهد وقد شهد جميع المشاهد إلا هذه الغزوة، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة ليحمي النساء وشنو الصبيان وليقوم على شؤونهم وأمرهم وحكمهم إلى آخره. فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، يعني أنه يريد الذهاب لشنو الجهاد. فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. ودائما الحديث ده فيه فوائد كثيرة جدا. المجاهد إذا ذهب إلى الجهاد فإنه يكون خلفه من يرعى شؤون شنو المسلمين، ويكون طائفة من المسلمين تذهب إلى الجهاد وطائفة لطلب العلم. من الفوائد أن علي رضي الله عنه لم يكن رجل دنيا كما يقول هؤلاء الطاعنون يتقاتلون في الدنيا، محمد مصطفى وغيره من المضلين من المبتدعة السيئين، ولك يتقاتلوا في الدنيا، ولما قعدوا مع النساء والصبيان يكون خليفة على المسلمين في منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، هو تاقت نفسه إلى غير ذلك. قال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، يعني أنا داير شنو أمشي لشنو الجهاد، فكيف يقاتل من أجل الخلافة وهو تركها ولا يريدها؟ ولو لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث، والدليل أنه شهد جميع المشاهد ونطق بهذه الكلمات. ذلك يا جماعة نحن نسأل محمد مصطفى وغيره من المضلين، ناس صلاح جودة وأيوب موسى وغيره من السفلة والجماعة ديل والروافض وكذا والخميني وغيره ماتوا والحيين، نسألهم نقول لهم الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لأنه في البخاري ومسلم وإلى آخره بسند وكذا. طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه اتغير بعد مات الرسول عليه الصلاة والسلام، اتغير ورجع للخلف ولا واصل في الخير؟ ده مش سؤال، لو قالوا يتغير نقول لهم الله سبحانه وتعالى قال منهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا شنو تبديلا. ولو قالوا ما تغير نقول لهم إذن كلامكم شنو باطل، في أنهم اقتتلوا من أجل شنو السلطة والدنيا.
حاشا وكلا. ذكر جملا من مناقبه رضي الله عنه، ونكتفي بنقل واحد يجمع هذه المناقب. قال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي صالح قال: قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لضرار ابن ضمرة، قال له: صف لي عليا. فقال: أو تعفيني؟ قال: بل صفه. قال: أما إذا، يعني أما إذا طلبت وأكدت الطلب وألححت فيه، فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا. قال: يتفجر العلم من جوانبه، وينطق بالحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها. قال: ويستأنس بالليل وظلمته، مما يجي الليل ويسدل ظلمته، فإنه يستأنس بربه سبحانه وتعالى. وذا يا جماعة من أقوى المعينات على الزهد في الدنيا، وعلى غض البصر عن الحرام، وعلى الابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى، وعلى مجاهدة هذه النفس ومجاهدة شهواتها، قيام الليل. وشوف أي زول بقيم الليل، في الغالب بقيم الليل القيام الصحيح الذي يوافق السنة ويجتهد فيه بالطاعة وينكسر بين يدي ربي ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، تلقاه يتلو القرآن ويبكي ويجلس في مصلاته ويتذكر ذنوبه ويخاف ويتوب، كأنه غفر له كل شيء. والله يا جماعه زول بيجلس مرات مجلس ويحاسب نفسه ويبكي بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويدعو ربه بالمغفرة، كأنه يشعر أن الله غفر له، وهذا من رحمة الله. أسأل الله يغفر لنا جميعا. الجوزي قال: مما يصلح القلب كثرة التفكر في أمر الآخرة، كان يكثر من البكاء وكان يكثر من التفكر في شأن الآخرة. بل تخلي الخواطر بتاعتك دي للشهوات، تلقاه قاعد ساعتين بيفكر في بيت ولا في امرأة وينوم ذاته يحلم بها. انت فكر في الآخرة تستفيد، قلبك ده بينصلح. ما شفت واحدين يبكوا؟ قول كبير تلقى يغني للناس، بعد شوية يقع يدردك أزول حاصل شو بلاوي ساي. واحد يجيبوه يكورك وصورته واحشنيه، واحشك شنو جنبك، واحشك شنو بلاوي، زاد بلاوي كل يوم في البلد، نسأل الله. طيب قال: يقلب كفه ويخاطب نفسه، زول بحاسب نفسه كذا ويقلب كفه. قال: يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. ينزل القفز أول الأكل ساعتين ونص ويأكله في خمسة دقائق، ساعتين ونص يجيب كذا ويقول لك لا إلا المحلة الفلانية وكذا وكذا وكذا. ما لهذا خلقت؟ ما خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. دي أشياء أنت بس يعني تستعين بها على طاعة الله. قال: كان والله كأحدنا، يعني زي الواحد مننا من التواضع، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه. ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين قال: الإنسان يسكت إذا لم يجد كلاما حسنا، ما قادر يسبح ولا قادر يتكلم يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في البخاري ومسلم. قال: إلا مع الضيف، أما يجيك ضيف ما يحسن إنك أنت شنو تسكت، وإنما تتكلم معه وتؤانسه، وهذا من إكرام الضيف. مش يجيك أنت مدنقر وساكت تقول لا، أنا ابدأ يضحك معك تقول لا يا أخي ما بريد الكلام الكثير كذي، هو بقول أنت شنو متضايق منه وبيمرق، وده ما من الإكرام في شيء. طيب قال: ويأتينا إذا دعوناه، من ندعوه بيجي. ودي الغشة تسي ديل ما بيعملوها وهم صادقين،
لكن في هذه ناس من أهل البدع بيعملوها وغشت بسبب غشوبها ناس كتار. واحد تلقاه صوفي حوار حوار ولا درويش امرض يقوم شيخ الطريقة يجيه في البيت ومعاه الجماعة. ده تاني لو داير يرجع الشيطان بيقول له شنو؟ هذول يقول له انت ما سائل الشيخ ذاته جاك في البيت والناس دي تفارقهم كيف؟ يغشون يعني بسبب العاطفة. لا يرجع عن الباطل إلى الحق، ما يرجع بسبب العاطفة. لكن هؤلاء الصحابة يزورون من زاروا وهم يحتسبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. ضرار بن ضمرة قال ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة، مع أنه بقربنا ولاطفنا وكذا، بعد ده نحن نهابه علي رضي الله عنه. قال ولا نبتدئه لعظمه، يعني لعظم مكانته. قال فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعني من جماله إذا تبسم. قال يعظم أهل الدين ويحب المساكين، يحترم ذول الدين بحق. لكن قال لا يطمع القوي في باطله، ودي واضحة، يعني ذول مهما بقى قوي ما بيطمع ينال باطل من منو؟ من علي رضي الله عنه، ولا هو لو دار يروج لباطل ما بيطمع انه علي يقر على باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله، مهما زول بقى ضعيف اذا جاء امير المؤمنين يجد شنو؟ العدل. قال واشهد بالله، ده ضرار ابن ضمرة قال واشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه وقد مثل في محرابه، يعني هو في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم. الزول الذي سلم يعني أصيب، يقال أصيب وسلم سلمة، يعني كأنه ثقب أو أصيب يعني إصابة تؤلمه. قال ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول يا دنيا يا دنيا أبي تعرضت أم لي تشوفت، يعني تتعرضين لي أم أنك تتشوفين أمامي. قال هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، يعني طلقتك شنو؟ ثلاثة. قال فعمرك قصير، يخاطب في الدنيا، وعيشك حقير وخطرك كبير. قال آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الكلمات دي كلها يا جماعة بتوريك إنه علي رضي الله عنه شخصية فذة، جمع بين العلم النافع والعلم الغزير وبين الحكم وبين العبادة وبين التواضع، كل هذا في هذه الكلمات، وبين إقبالي على الآخرة وزودي في الدنيا وبين هيبته ومجالسته للناس وهكذا. طيب قال فذرفت دموع معاوية رضي الله عنه لما سمع الكلمات دي، ده يوريك انه الصحابة ده النفوس شنو؟ طيب معاوية وعلي نفوسهم طيبة. قال فذرفت دموع معاوية رضي الله عنه حتى خرت على لحيته فما يملكها، يعني بقى بيبكي وما قادر يملك ذاته دموع. قال وهو ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء، الناس القاعدين. قال ثم قال معاوية رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك، الكلام اللي قلته فيه ده حق، كان والله كذلك. ده معاوية قال له فكيف حزنك عليه يا ضرار، تازي قلت عنه الكلام ده، فكيف حزنك عليه؟
قال حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها. طيب شوف الموقف ده، دي يعني المواقف دي تدل على سلامة صدور هؤلاء الصحابة تجاه بعضهم البعض، معاوية وعلي رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه أحيانا يدخل السوق ويبتلى بما يبتلى به المؤمن في هذه الحياة الدنيا، مهما بلغ فضله من الفقر والحاجة وكذا، لكنهم كانوا لا يلجؤون إلى الخلق وإنما يلجؤون إلى الخالق سبحانه وتعالى. شوف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومشى السوق، في أشياء ذكر ابن الجوزي أنا بس أذكر لك منها موقفين، وهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، قال عن أبي مطرف قال رأيت عليا رضي الله عنه مؤتزرا بإزار مرتديا برداء، إزار التحت والرداء شنو الفوق كالقميص، قال ومعه الدرة كأنه أعرابي يدور، كان شفته تقول له أعرابي من الأعراب وهو أمير شنو المؤمنين. قال حتى بلغ سوق الكرابيس، وصل السوق بعدين لقى لنا فرين ناس بيبيعوا ويشتروا، واحد كبير في السن واحد صغير، قال فقال يا شيخ مجل الكبير أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم، أنا دار أبيع القميص بتاعي ده بثلاثة دراهم، أنت عارف درهم ودرهم ودرهم 12 درهم عشان يساوي دينار واحد، 12 بيساوي دينار، وقال له القميص ده أنا دار أبيعه بكم؟ 3 دراهم. قال فلما عرفه الشيخ البيع يشترك، شيخ يعني كبير في السن، عرف إنه ده أمير المؤمنين، لم يشتري منه شيئا، قال له أنت أمير المؤمنين أنا ما بشتري منه. قال فأتى غلاما حدثا، ولد شنو؟ شاب صغير ده ما عرفه، فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم أو العكس، ومش دار يبيع ودار شنو يشتري، العكس الدار يبيع وده سيفه، بيجينا إن شاء الله يبقى لنا لخبطة بين القصتين، وهنا دار يشتري ده كبا يبيع له الأول، لما انجل الغلام باع له بثلاثة والقميص أصلا بدرهمين، شوف الحصل شنو. قال فأتى ثم جاء أبو الغلام قبليه، قال فلما عرفه لم يشتري منه شيئا، ده الشيخ الأول، فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، اللي هو علي رضي الله عنه اشترى من الغلام قميصا بثلاثة دراهم. قال ثم جاء أبو الغلام فأخبره، فأخذ أبوه درهما، شال له درهم من الدرج من الدكان ومشى لحق منه علي رضي الله عنه، فقال هذا الدرهم يا أمير المؤمنين، يعني التوب ده بشنو بدرهمين ما بيتلا. قال ما شأن هذا الدرهم؟ قال كان قميصنا ثمن درهمين. قال باعني رضاي وأخذ رضاه، أنا راضي له طالما بكذا. لكن الموقف المؤثر الثاني ده يا جماعة، ده أنا ذكرته، هو يذهب السوق ويأتي ويبيع ويشتري من الناس، لكن الموقف الثاني قال عن علي بن الأقمر عن أبيه قال رأيت عليا رضي الله عنه وهو يبيع سيفا له في السوق، ما جاء يبيع شنو سيفه، ويقول من يشتري مني هذا السيف، يشتري سيفي ده منه، فوالذي فلق الحبة، يقسم بالله تعالى، فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته، السيف ده عزيز علي أنا كشفت به الكرب، لكن كان عندي ثمن أشتري به إزار ما كان بعته شنو، وهو أمير المؤمنين. عشان كده يا جماعة الإنسان في الدنيا دي يبتلى،
بالفقر وبيبتلى بأشياء كثيرة، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. انت بتبتلى في الدنيا دي، والابتلاء قدر ما إيمانك يزيد الابتلاء بيشتد عليك، يشتد. تصلي الصلوات الخمسة في المسجد، تقرأ قرآن، وعندك كم جزء في اليوم بتقرأه وكذا، تمشي السوق تشتغل تلقى ناس مجار ما جنبك يربحوا وانت قاعد ساي ما فيش، وتجي تعبان وتتدين والأولاد يمرضوا في البيت والكهرباء تقطع ما عندك قروش كهرباء والغاز يقطع في نفس اليوم، شغلتك دي بس تبقى بس قاعد، تفتح محل الدقيق تلقى النمل والفار لما في جية، وتمشي وين بس كذي، تكون صابر وتتحمل حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. ابتلى بالخير وبالشر. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. مرات شر يكون فتنة، ومرات خير يكون شنو؟ فتنة. بعدين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هناك كلمات قالها علي رضي الله عنه، ثم ذكر ابن الجوزي مقتل علي رضي الله عنه، وبهذا تنتهي ترجمته. الصحابة ديل يا جماعة تراجمهم أعظم من كذي كثير. نحن قاعدين نشيل شنو؟ مختصرات ونتف من هنا ومن هناك، نأخذ نتفا من هنا ومن هناك، لكن تراجمهم أعظم من هذا. حتى باقي العشرة المبشرين إن شاء الله إذا مد الله في الأجال ووفق، الدرس المقبل نكملهم في ليلة واحدة، لأنه ابن الجوزي جاي في واحد بيجيب في صفحة ونص صفحتين كذا إلى آخره. بعد ذاك الدار يتوسع بيرجع إلى الكتب الأخرى وإلى الكتب المحققة. طيب، من كلمات علي رضي الله عنه قال: ليس الخير، كلمات دي فيها مواعظ جميلة جدا، والمجلس ده من المغرب لأسئلة وما استفدت منه إلا الكلمات دي، كفاية جدا. قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ده ما الخير المرجو، المال كتر والقروش شنو؟ كتر. القروش كترت والأولاد شنو؟ كتروا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم شنو؟ المقابر. الناس هسه بيقولوا كذي، أنا سمعت ناس بيتكلموا، ناس بيتكلموا سمعتهم بأذاني، واحد قال: والله فلان ده الزول ده عنده قروش، الزول ده عبر مرة واحدة، عبر مشى وين؟ وقاعد في السودان ده هنا، عبر مشى وين؟ والزول كان جمع ولا الدنيا كلها، ده عبر؟ عبر دي قصده بها يعني مشى شنو؟ مشى بعيد يعني، بعيد دي تخش الجنة، شفتها؟ تخش الجنة دي تكون قاعد في الجنة والشجر الظل شغال والصحابة تشوفن والأنبياء وحور عين وفواكه وإلى آخره، كذي أنت أمورك تمام. لكن قاعد هنا يوم كتاحة ويوم الكهرباء قطعت ويوم تمشي الغاز بالصف والبنزين وكذا، لسه شغلة دي لسه. قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك. إنه عملك ده يكون شنو؟ كثير، وهو العمل الصالح، وهو على وهو يوافق السنة، وأنت مخلص فيه لله تعالى. وبعدين حلمك يكون أيضا عظيما، لتكون زول صبور، تكون زول حليم، وتجتهد في الطاعة. زول يا جماعة الموفق ده في الخير هو الذي يجتهد في الطاعة. يعني لو الشهر الفات بتقرأ في اليوم جزء، الشهر ده تقرأ شنو؟ جزئين، وهكذا تكثر من الذكر والاستغفار وإلى آخره. طيب، قال: ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة. شكي سعيد بن جبير رحمه الله قال له: من أعبد الناس؟ قال: رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه، كلما عمل عملا صالحا تذكر ذنبه
فانكسر لربه وحقر نفسه. ذا عبد الناس. والإنسان ما يفهم من الكلام ده إنه يمشي يعمل الذنب، لأنه أصلاً نحن أذنبنا في الحياة دي، ما في نزول معصوم، وقعنا في ذنوب وكذا، وتمشي في الشارع مرات تشوف إلى آخره. لكن إنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير سورة التحريم، قال ابن كثير رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال ابن كثير أي توبة صادقة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة الصادقة، التوبة النصوح، أن يذنب العبد ثم يتوب من ذنبه ثم لا يعود إليه. طيب، قال: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة، وقال في ذنوب تاب منه. قال: أو رجل يسارع في الخيرات، ذاك برضو موفق. قال: ولا يقل عمل في تقوى، لو زول تقي عمله ده ما قليل. قال: وكيف يقل ما يتقبل، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ليه يا جماعة الكلام ده قالوا؟ لأن الزول لما يكون تقي ولو عمل عملا قليلا وهو تقي، تقي يعني يفعل الطاعة ويجتنب شنو؟ المعصية. ما دام عمل العمل الصالح ولو كان قليلا وهو تقي، فإن الله يتقبل منه، إنما يتقبل الله من شنو؟ من المتقين. وما دام الله يتقبل منك فإن الله يضاعف للعبد، كما في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. طيب، الكلمة الثانية، قال عن مهاجر ابن عمير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف، إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل. زول يا جماعة بيتبع هواه بس، مزاجه ده، وافق الحق ما وافق، وفي النهاية شنو داير؟ بس يكون مزاجه ده مرتاح بس، شيء بضايق وبيعكر وما داير. ولو كان الحق، ما دام ما وافق هواه وما داير. والحاجة الثانية: طول الأمل، طول الأمل عدم تذكر الموت. وده يا جماعة أي واحد فينا يسأل نفسه الآن، يسأل نفسه. في بعض الناس بيستقيم يقول لك: أنا لي سنين ما في يوم إلا بتذكر الموت، بقول يمكن أموت الليل. وفي واحد بيستقيم أول أيام يبكي ويتوب، تلقي الجامع بدري، توضى قبل الأذان وكذا، تلقاه يقرأ القرآن، يتدبر، تلقى بالليل يقوم يصلي ويغض بصره ويفعل الطاعة ويجتنب الموت. بعد أيام يطول عليه الأمد، كل مرة شنو؟ إرخي إرخي إرخي. بعد فترة تلقاه ظاهر الاستقامة، لكن قد ينوم بالفجر، صلاة الصبح دي ماشي، والمنبه يشتغل إيقاف ولا شنو كده، بعد دقيقتين يدوس إيقاف طوالي وينوم، واصل في نوم. وتلقاه الموت ما بجيب لسيرة، بل بعض الناس رأيتهم بعيني في المقابر يضحك، واحد في نص القبور والله شفته في البلد شغال، أزمة المريخ ده، الجون ده جوا جنب جوا المقابر ذاته شغال هلال ومريخ. هذول الشغل ده هنا صعب، بعدين المفروض انت تتخذ وكذا. فالزول يا جماعة دائما الموت ده يتذكر، انت لو طوالي بتتذكر الموت بتحسن العمل. وجرب الكلام ده، قلت انك الليلة بتموت، حسي لو زول قال له انت جاك فشل كلوي ولا سرطان، دكتور قال له اسمع اخر حد، ما الاجل ده بيد الله، الامر ده بيد الله، لكن بحساباتنا نحن كبشر اخر حد فاضل لك 5 يوم، بعدها زول شغل ده جوا بتلخبط مره واحده، جوا ال5 يوم دي تسوي فيها شو؟ ال5 يوم دي اسالكم بالله بيلعب فيها كشتنا ولا ضمنا ولا يقول في مسلسل انا تابعه
ولا في حاجة كأنه دردمة أزول خمسة يوم دي كان نعي ذاته يقول لك أزول لي خمسة يوم بعد قبر وقيامة وشغل تقيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوكي واصل في الخير. إنت أزي ما معروف يمكن خمسة يوم دي إنت تكون عمرك أقل منها صح ولا ما صح؟ ناس كتار واحد يركب عربية ينزلوا منها لأنه بموت فيها. واحد في حي الروضة واحد من أخواننا اسمه أحمد قال لي في حي الروضة جاء واحد وقف في الأسطوب الأسطوب أحمر بعد شوية بقى خدر الناس شغالين تيد 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 والزور رقد بس في الهين وراني عمارته والله شفتها بعيني حاجة كبيرة ضخمة مرة واحد بيته قال لي ده بيت الزول المات. جو الناس هايجين يا زول ما تفتح الشارع لقوه شنو راقد فضوا العربية ولزوها هبا شوف جاي وقع في غادي طوال مات يعني ذا ملك الموت واقف لي وين مع الاسطوب برا وقف شالوا روحه مشى وكان مشى ذاته كان بيموت كان الله كتب لك دي ودي عبرة للناس وغيره من الأشياء. فالزول يا جماعة يخد في أي لحظة بموت يمكن مجلسنا داسي ما انتم ومجرد ما أملك بقى قصير انت بتجتهد في الطاعة. قالوا من ذكر الموت أكرم بثلاث أي زول طوالي بتذكر الموت تلقاه الله بنعم عليه بثلاث بتعجيل في التوبة ونشاط في العبادة وإحجام عن المعصية ثلاثة أشياء. لذلك نسأل الله يوفقنا وإياكم للخير. قال إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. شكيه في القرآن الله ذكر الهوى في مقابلة الهدى قال في سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هوى وهدى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أو كلما طيب قال وأما طول الأمل فينسي الآخرة ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة يعني ارتحلت وجاء وذهبت مدبرة دي الدنيا ماشية منك. ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ديك ماشية منك ودي شنو جاية عليك الآخرة وانت ماشي عليها. انت مفروض تكرم الجاية عليك ولا الماشية منك؟ شيخ محمد بن هادي قال الرجل يأتي إلى المجلس بيشرح في الكلام ده قال فيقوم رجل فيستقبله ويقوم رجل فيذهب عنه. قال كلام بالمعنى انت أكرمك القام ومشى منك ولا القام استقبلك؟ القام عشان استقبلك. قال لك الدنيا ارتحلت مدبرة ماشية منك والآخرة ارتحلت مقبلة يا عليك. قال ولكل واحدة منهما بنون آخر عندها ناس والدنيا عندها جنو ناس أولاد فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب. الليلة تعمل ما في حساب وغدا حساب ولا عمل وغدا حساب ولا عمل. الزول يكون من أهل الآخرة كما قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين قال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني بقوا الدنيا دي زي البحر وأعمال زي شنو السفن سفين تقدير تجيها تمام ما يكون فيها قد ما يكون فيها كذا وأمشي بيت العمل ده نجده تمام سنة والإخلاص. أي عمل بدعة زح منه بدعي بك زاي زول شايل له جراب مالي وتراب تقلوا لا ساعدوا في سفره ولا استفاد منه وملاه ساي ملا جرابه ساي تقول ساي انت ما تدعي بنفسك في البدعه ساي
تعبان فيها، تقوم بالليل تدقدق تل 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 سهر الليل القرد قرش، قال لك قرمش قرد انت وتعبان ولف بكراع واحد، الدين ده ما في ولف بكراع واحد، الدين ده تمش بكرعين اثنين وتمش الى الدعوه والجامع وكذا وكذا الى اخره، تمشي تمام تكون زول على الاستقامه. سبحان الله دي سنه، سبحان الله دي اكثر من افضل من ليله كامله قايم فيها نفسك وتعبان وتاكل في الرز وفي الفته ولافي وبدعه ساي، سبحان الله بصل في ثواني دي سبحان الله افضل من ليله كامله بتاعت بدع تعبان فيها. طيب الكلمه الثالثه، قال علي رضي الله عنه، ابن الجوزي قال عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: ألا إن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ده الفقيه في الدعوة وكذا، الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله. ما تقنط الناس من الرحمة، تقول لهم انتوا فاشلين وما بتنفعوا وكذا وكذا وكذا، وانتوا اصلوا النار، اصلوا النار دي ما خلقوها لكم، انتوا ما فيكم خير. واحد قال في مسجد هناك في الازهري، قال لهم في السلمه جنب القسم، قال لهم انا سنه كامله شغال فيكم انتوا ما بتتغيروا، قال لهم يا اخي السنه دي الزول لو زرع بيجيوا حصاد، قال اصلوا ما بتتغيروا انت مش سنه، ونوح عليه السلام 950 سنه ما قال العباره دي، 950 سنه انت اشتغل بس بلغ الدعوه دي ومش. يمكن زول عثيمين قال احيانا الداعيه الى ان يموت لا يرى اثر دعوته، تقول كلام وتمشي، ناس بعد تموت يتذكروا كلامك ده ويستغيموا الله يكتب لك الاجر، انت الا تشوف في عينك، واصله انتخابات انت بس بلغ الدين ومشي. في ناس ولا بتعرف اسمائهم ويشيلوا الحق ويمشوا ينشروه في الغرى وفي المدن وفي غيره وفي المجالس وفي غيره من الاشياء، كلمه انت تقولها هنا يقولوها يتونسوا بها في طياره فوق في الجو وكذا وكذا، ويقولوا نصائح انت تخلص لله سبحانه وتعالى. طيب ولا تقنط الناس من رحمة الله ولا تؤمنهم من عذاب الله، قول لهم لا لأنتوا زي ذاك واحد اسمه خليفة قال جايبينه في المولد في صيوان، قال لهم أنا شفت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم، والرسول شيخني، قال لي يا شيخ خليفة وذاته، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أداني أمان وأنا بأمنكم، أداني ضمان وانا بضمنكم بضمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انا بضمنكم انتم. اوه كان الناس بيجوا يبكوا يصرخوا جنب ده خليفه ذاته، لذلك انت تخوفهم من عذاب الله من غير ما يقنطوا من رحمه الله، وتدعوهم الى رحمه الله سبحانه وتعالى من غير ان تؤمنهم، لا تقنطهم من الرحمة ولا تؤمنهم من عذاب الله. عشان كده ابن القيم قال: والسائر إلى الله كالطائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، قال: فمتى انكسر أحد جناحيه سهل اصطياده أي من قبل أعدائه. يعني أنت في العبادة زي الطيرة الطائر، زي ما الطائر عنده رأس وعنده جناحان، انت تسير الى الله بالمحبة كأنه رأس العبادة، المحبة كأنه الرأس وهو رأس العبادة، وبالخوف والرجاء، تخاف من عذاب الله وترجو شنو؟ لما تخاف ما بتقع في المعاصي، ولما ترجو رحمة الله بتعمل صالح عشان انت بترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، تعمل صالح. طيب قال: ولا يرخص لهم في معاصي الله، يقول لهم حلال ساعة عشان يرضوا منه. في ناس فتوة، الفتوى ما يطلبه المستمعون وما يرضي المستمعين، الشيء اللي بيرضيهم بس، يجي واحد غضبان يقول يا مولانا المسألة دي كذي ولا ما كذي، هو يعاين كذي يقول الزول لك أنا قلت له الحق، بيقول أنا جاهل ساي أخيرا يا سيفة معه
يقول له براح اسمع ما هي المسألة دي فيها أقوال، يقوم يدي الحق يشوفه غضب، لكن في قول ثاني هو لا بقول ولا ايش كذاب زي. انت قول الحق، قول له باسلوب طيب، قول له انت فاهم كذا لكن الصح كذا وكذا والأدلة كذا وكذا وكذا، قول الحق ما ترضي أرضي ربك سبحانه وتعالى. طيب، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. ذول لقى القرآن ده، بدل بعض الناس تلقى يشغل في الأناشيد ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربتي ولا جنوة بعرف، على المقيمين في الأوطان والأهل لا تنهرن غريبا حال غربتي، تلقاه يبكي يبكي ليه؟ لأنه يتأثر بالأناشيد أكثر من القرآن. والله الذي لا إله غيره يجرون بأناشيد لما يودون، انت قال هسه السرورية والدواعش دي يبدو مرات بحاجات زي دي، شاب بس من بيته كده يكون مصنقر يقوم يبقى تكفير يمشي داعش ويمشي آخر، انت قايلها كده يبدو لهم بأشياء. شفت قصايد هزتني تريريم، وهو بعد ذاك بيبقى يتهز براب، هزتك شنو يا زول؟ ما بعرف وأنين السكالة وإلى آخره. بعد شوية يبقى يفكر فلسطين والناس ديل وجو ناس محتلين وإلى آخره، وغير على الدين. لحد هنا أنت عندك غير على الدين كويس، متألم منه فلسطينيين وفي ناس محتلين اعتدوا عليه وكذا، ده حاجة طيبة، حاجة طيبة ما أنكرنا، بل شيء مطلوب. لكن الوسيلة الشرعية اللي بتدفع بها الشر شنو؟ واللي بتنتصر بها على أهل الباطل شنو؟ يقوم طوال يمروا، بعد شوية يدوا مقاطع في اللابتوب، بعد شوية ينبذوا للحكام، بعد شوية هؤلاء الطواغيت، بعد شوية البلد دي، بعد شوية قبلت بسمع لي في مقطع واحد اسمه خالد المولد المذيع، قال لي أنت رأيك في السعودية دي شنو؟ قال لي دل جد كفار، قال له كفار الحكام ولا المواطنين؟ قال له كلهم كفار حكام والمواطنين. المذيع قال له وانا انت كافر مرتين؟ قال له والله قبل بسمع فيها يعني. قال له انت يا خالد انت الوحيد المسلم في السعوديه؟ قال له لا في العالم كله. انت فهمت كلامه؟ يعني قال لي انت المسلم الوحيد في السعوديه؟ قال لي لا في العالم كله، ما في السعوديه بقى. يعني العالم ده جد كافر الا واحد بس مسلم وتكفيري. اقول يا اخي وزمان الحسن البصري قال طاف خارجيان بالكعب بالبيت، هن من الخوارج اثنين تكفيرين بدري، طافوا بالبيت فقال احدهما للاخر كل هؤلاء من الكفار، ديل كلهم بيخشوا بعدين النار وكفار وكذا الا انا وانت بس. قال جنة عرضها السماوات والارض لي انا وانت تركتها لك. خليت عليك ذاته. طيب، فالانسان يا جماعه دائما يعود نفسه وقلبه يخشع بالقران، مش بالاناشيد دي يجيبوا لك محسنات صوتيه واحد في نص الكلام يقول لك حاجات زي دي، وانت براك شنو تبكي وتعيش في اوهام زي دي. انت عود نفسك القران ده ابرك كلام. في بعض الناس كذا تلقاه ساوي له رمز في موبايله وبيسمعها بالليل، سماعه يتلفت ويسمعها براو، ما تسمعها يا زول. غلبتك الشغل سوي لك موبايل زي حق كده هو يعني ذاته راح، ولا سوي لك موبايل ضغطات زي بس وخليه من غير ذاكره ومن غير عود قلبك ده يخشع بالقرآن، ده أحسن كلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى آخره. قال ولا خير في عبادة لا علم فيها، إنسان يتعلم، ولا خير في علم لا فهم فيه، تفقه هذا العلم النصوص لما تشيله تفهمه. قال ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، إذا قرأت القرآن لا تكتفي بمجرد أجر التلاوة وإنما تدبر هذا القرآن. الكلمة التي بعدها الرابعة قبل الأخيرة، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعي بكلام بكتاب
كتب به إلي علي بن أبي طالب، فإنه كتب إلي كلمات جميلة جدا، قال له: أما بعد، فإن المرء له الرجل يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. شيء الله ما كتبه له وهو دايره يقوم يتألم الكلام ده يسوء، ويسره درك ما لم يكن ليفوته. كمان الله شيء كتبه له مجرد ما يدركه يقوم يفرح به فرح شديد، فرحا شديد. قال: فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك. ده المفروض يفرحك. ما كنت بتصلي الفجر في جماعة الأيام دي، الله فتح عليك ووفاك وبقيت تصحى بدري وكذا، كلام ده يفرحك أكثر من إنه أنت كنت مفلس ولقيت 10 مليون أو 20 أو 30 أو غير. طيب: وليكن أسفك على ما فاتك، على ما فاتك منها، يعني من أمر الدنيا، من أمر الآخرة، يعني من أمر الآخرة تتألم وتتأسف لما فاتك من أمر الآخرة وتفرح لما أدركت من أمر الدنيا. قال: من أمر الآخرة. قال: وما نلت من دنياك فلا تكثرن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت. دي الجملة الأخيرة دي يا جماعة هم كلمة يمكن، وليكن همك ما بعد الموت بس. المجلس ده كله يتأمرك منه وليكن همك ما بعد شنو؟ الموت. هذه انت فكر الليل والنهار في الموضوع ده بس. أنا بعد أموت ودخلوني شبر، والشبر ده تراب، لا فيه أكل لا فيه شراب، لا من أمر الدنيا، لا فيه نفس، لا فيه مروحة، لا فيه نور، لا فيه كذا، وسنة وسنتين وثلاث وما معروف لمتين إلى أن تقوم الساعة، وقاعد براك وأولادك هناك يضحكوا، وزوجتك يتزوج واحد تاني، وبيتك يسكنوا فيه، وأمورك كلها في السوق يشيلوها إلى آخره، وبقيت براك في القبر. إنت القبر ده ماشي ليه أعد ليه، زي ما في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: يتبع الميت 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى شنو؟ عمله. انت ماذا تعب كثير جدا في البرجع وتهمل إهمال عظيم، إهمالا عظيما في شنو؟ اللي بيقعد معاك جوا في القبر. وأسي لو قالوا لأي واحد فينا بكرة بتموت، الليلة بتموت، الليلة لو قال لك الليلة بتموت، يا تعمل اللي انت خاتيه يأنسك في قبر ويجيك كصورة رجل أبيض إلى آخره وكذا وكذا وكذا. يا تو الزول يا جماعة اجتهد في الطاعة، خد فينا وقول أنا دار أختم القرآن ده أجر بس أخدته للآخر، قبر والآخر أمشي من الليلة أقرأ، اجتهد، سبح، استغفر، حافظ على الدروس، بلغ الدعوة، اجتهد في الطاعة، ما تمل، ما تتضايق، ما يكون مجالسك كلها مجالس استئناس حتى مع إخوانك. قال ابن القيم: آفة الجلوس مع الإخوان 3 آفات. قال: أن يخرج من الطاعة إلى العادة، بس بقى متعود شنو؟ يجالسهم بس، وأن لا يكون فيما ينفع، ما في أمر آخر، في أمر دنيا. 3 قال: التزين، يجلس مع أخوانه يتزين في وسطه، يعمل فيها أعبد زول وأحسن زول وأقوى زول في المنهج يا زول انت اجتهد في الطاعة لله سبحانه وتعالى. طيب، وكما قال رحمه الله، راجعوها في الفوائد. الكلمة الخامسة والأخيرة، قال عن أبي أراك بالتاء مربوطة، عن أبي أراك قال: صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الفجر، صلى بهم صلاة الفجر علي رضي الله عنه، فلما سلم انفتل عن يمينه، يعني جلس
عن يمينه بعد أن كان مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة. قال ثم مكث كأن عليه كآبة، سكت مسافة أو عام مسافة كأن عليه كآبة رضي الله عنه. قال حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قال وقلب يده، قلب يده أو قلبه، وبعد ذاك شنو خاطب التابعين ديل وبعض الصحابة الجالسين، قال لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يعني فيه موعظة بليغة وعظ بها علي رضي الله عنه الناس بعد صلاة الفجر. قال لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، ذلك كانوا باجتهاد في الطاعة. قال كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا، ده من شدة العبادة من الليل، شعثا صفرا غبرا، بين أعينهم أمثال وكب المعزى، يعني الوكب المعروف الذي يكون في شنو في الركب أو الذي يكون بسبب وقع الجمر في الجسد. قال قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم، أي بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. فإذا أصبحوا فذكروا الله ما مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح، من شدة تعبهم ومن شدة عبادتهم من الليل. قال وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين، بعد اجتهاد ده قال لهم كأن القوم باتوا غافلين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال ثم نهض فما رؤي، يعني بعدها يضحك علي رضي الله عنه بعد هذا الكلام، حتى ضربه ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم آخر شيخة به ابن الجوزي رحمه الله، كان ذكر كلاما اختصرناه. قال العلماء بالسير ضربه عبد الرحمن بن ملجم، ضرب علي رضي الله عنه بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان، وقيل ليلة 21 منه من رمضان سنة 40، فبقي الجمعة والسبت والسبت، ومات ليلة الأحد. وغسله ابناه عبد الله بن جعفر، غسله الحسن والحسين ومعهما عبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن ودفن في السحر يعني قبل الفجر. قال وفي سنه في عمره العاش في الدنيا أربعة أقوال، أحدها 63، والثاني 65 سنة، والثالث 57، والرابع 58 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، إذا مد الله في الآجال ووفق نأتي ونكمل إن شاء الله بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية من ذكر ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.